شكر الحضور العمدة محمد مصطفى القصاص، شكرا ايضا المستشار هشام وجيه وآل ابو عيسى الكرام، شكرا ايضا لعائلات ابو برجر الى عائلات مركز ومدينة ابو صوير الاكرمين واسماعيلية ابناء صعيد مصر وعائلات الجزرية الكرام ونقابة الاطباء داخل كبرى قصور الضيافة المتنقلة بالانارة الذهبية مخازن الحج محمود شميس، اعمال الضيافة المتر توفيق عبد السلام، قناة المهندس ناصر صلاح للقنوات الفضائية المصرية، الهندسة الاذاعية المتميزة حج احمد سلامة غالب، شكرا المهندس شاكر الحسيني رئيس قرية المحسمة، شكرا ايضا دكتور حسام مصطفى السادة رؤساء القرى، شكرا السيد المهندس محمد سالم رئيس مدينة القصاصين، والى كل من وفدوا من السادة رؤساء القرى والمدن والاحياء. صلاة وسلاما على صاحب الكتاب الأبقى والثوب الأنقى والقلب الأتقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شجرة الأصل النورانية، لمعة القبضة الربانية، أفضل الخليقة الإنسانية وأعظم الصورة الجسمانية، شجرة الأنوار الاصطفائية، القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قال: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قال: اقرأ عليك وعليك نزل يا رسول الله. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. من جامعة النعمانية القرآنية هيا بنا الى الوجه البحري الى محافظة الاسماعيلية كروان الفجر قطب التلاوة باتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية. له من الاسماء علي، العين من العسل، اللام من اللؤلؤ، الياء من الياقوت. القارئ الشيخ علي محمود شميس قطب التلاوة باتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فليتفضل فضيلته مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
Yeah.
والله شغل الضايع ضايع مش حل ضايع مش حل السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليكونن الله يفتح عليك ويبارك فيك يا سكرتني يا جميل ربنا يفتح عليك ارحم الحاج عم ابو حلال يا شيخ ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك ماشي ماشي
ربنا يحافظ عليك ويوفقك شر قلبك يا رب. الله يفتح عليك يا مولانا. انا اخويك ابو محمود. اخويك ابو محمود. ما شاء الله يا سيدي. ممكن تهدوا كده؟ تسيبوا رجلك براحته؟ قل الحمد لله
الهدى ولا آخرة له الحيوان. لو كانوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك يا رب يا رب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. لله الأمر
يومئذ يفرح جمهورية مصر العربية
فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس في هذا المقام القرآني الكبير، تكريما لعميد آل حليفي الكرام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق بمحافظة الإسماعيلية حج عامر مسلم حليفي، أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى. وجاء الجميع مشاركا أبناؤه الكرام، أستاذ محمد عامر الإعلامي بالتلفزيون المصري، أستاذ عبد الله عامر مدير عام اتحاد الطلاب بجامعة قناة السويس، الأستاذ أحمد عامر مدير عام التسوق والمبيعات بسوق أبو ظبي، الأستاذ محمود عامر صاحب مجموعة شركات عامر ترافل للسياحة العامة والخارجية، شاكرا باسمهم جميعا وباسم العمدة سيد حليفي والحج عبد الكريم حليفي لكل من توافد لهذا المقام القرآني الكبير. السيد نائب رئيس المجلس القومي للقبائل العربية شيخ قبيلة الطميلات الحج احمد سلام داود، السيد اللواء جمال الطحاوي مساعد معالي وزير الداخلية، كذلك السيد النائب احمد بك شعيب نائب كل المصريين وابن البيت البرلماني الكبير. شكرا الى نقابة المحامين الكرام، كما اشكر المستشار احمد فتح الجويش، شاكرا ايضا للمربي الفاضل السيد الاستاذ محمود عثمان الموجه العام للغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم، شاكرا لابناء صعيد مصر عائلات الجزرية الكرام، شاكرا لنائب كل المصريين ابن صعيد مصر الرجل الخدوم الدؤوب على الواجب معالي الدكتور ابراهيم الجعفري معلم الاجيال. شكرا الى عائلات المحسمة جميعا، كما اشكر لآل غنيم الكرام وللوالد الكريم حج علي غنيم والى آل السلموني وآل شومال، كذلك آل ابو زيد الاكرمين، وكذلك آل العباسي الكرام، وشاكرا الى آل عريبك، وشاكرا الى آل كيلاني، شاكرا اليكم جميعا آل عبد الله الكرام، الى كل من توافد لهذا المقام القرآني الكبير. شاكرا لابناء قبيلة البياضية وقبيلة المعازة والترابين ولحوات، والى مجموعة الشركات الاستثمارية واصحابها الذين وفدوا من هيئة الاستثمار المصري. شاكرا الى مهندس محمد رمضان استاذ رضا جبر والى ابناء عمومتهم جميعا. شكرا الاستاذ محمد عبد العظيم هاشم مخازن الفراشة الكبرى، الحج محمود شميس هندسة الاذاعية، حج احمد سلام غانم عمل الضيافة، المتر توفيق عبد السلام، اما مخرج الروائع القرآنية حافظ طراز سيدنا الشيخ محمد الليثي، المهندس ناصر صلاح اسأل الله ان يبارك فيه وفي ذريته، كذلك المهندس احمد ابو خش ضيف هذا اللقاء فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود علي محمود شميس حج منتصر والحج شحات وكذلك الحج هاني عبد العزيز والى آل عياد الاكرمين ابناء قبيلة الطميلات. ايها الاخوة المؤمنون، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، شكرا للمربي الفاضل السيد الاستاذ محمد دياب وابناء عمومته
ثم اشكر الى ابناء سيدنا الشيخ علي راشد رحمة الله عليه والى الشاعر الكبير الكاتب للسادة المبتهلين باتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية الشيخ محمد علي راشد. كذلك اشكر للوالد الكريم حج احمد غنيم عميد آل غنيم الكرام وابناء اشقائه الاعلام. شكر لفضيلة القارئ الشيخ ايمن عبد الله وابناء عمومته. واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. السادة الكرام ارجو الجميع الجلوس في اماكنه. ان كنت لم اذكر العمدة ثروة ابو عبد الله فهو صاحب مكان وقاتل العرب وصاحب الواجب والادب. شاكرا للسادة القراء الاعلام جميعا باسم فضيلة القارئ العلم الشيخ ابراهيم ابو حليفي الذي نقف الى جواره في هذه الليلة المباركة تكريما لخاله العزيز الذي وقف الى جواره في رحلة تعليمه لكتاب الله. اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة وان يجعل ذلك في ميزان حسناته. حج عامر مسلم نور انطفأ من هذا المكان لكن اعماله الباقية وحسناته باذن الله موجودة وستذكر عبر التاريخ مع ابنائه الذين درسوا في معية الله اولا ثم في معية هذا الرجل. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مسك الختام الان من محافظة الشرقية فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني قارئ اذاعات مصر والعالم الاسلامي يشلو علينا من ايات الله البينات الطيبات الطاهرات الزكيات.